السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. معكم أخوكم مصطفى، أهلا بكم مرة تانية. موضوع النهاردة، هل أنا كاذب؟ هل أنا كذبت عليكم قبل كده أو أعطيتكم معلومة غلط عشان تجيب مشاهدات؟ أرجو كل اللي متابعيني إنهم يكتبوا في التعليقات، هل أنا قلت له مرة على معلومة تضره أو تموت الحمام؟ هل أنا مرة قلت لك إن عندي الحمام بيبيض 4 بيضات أو 3 بيضات علشان أجيب مشاهدات؟ قلت لك معلومة خادعة؟ نرجو إن أنتوا تردوا عليا في التعليقات. طيب نبتدي موضوع النهاردة. اقول لكم طبعا معلومة كده سريعة. طبعا احنا داخلين على فصل الخريف، طبعا بدأ فصل الخريف، الجو هيبدأ في الاعتدال. الناس اللي هي بتعزل الذكور عن النتاية، الذكر عن النتاية في الفترة دي، ان هو يبدأ بقى الانتاج يرجع الذكورة للنتي، فالمفروض يكون هو كده اتأخر. فده بادئ فصل الخريف اللي هو احسن فصل للانتاج. فانا بدأت ان انا نظفت المكان، كنست الارضية تماما، وان انا احمي الحمام كمان من الحشرات. وبعد كده اقول لك ازاي، هنتكلم في الموضوع في اخر الفيديو اللي هو الفيديو اللي فات اللي التعليق زعلني فيه، اللي بيقول ان الفيديو غير صادق. طيب هنقول معلومة النهاردة نكملها ونحمي الحمام ونرجع لكم. طبعا انا معايا لايسيد اللي هو بديل لإكتومسرين وبديل لإفريزين، ده الموجود دلوقتي. فانا هنحط منه على المية بتاعت استحمام الحمام اللي هي المية دي. طبعا انا قلت لحضرتك قبل كده الازازة دي كلها بتتحط مرة واحدة، لو انت اول مرة تحمي بلايسيد او باي لسيون زي ده لو اول مرة، لكن لو بتعمل دايما فانا بحط غطا زي كده، حط مثلا حبة كده بس كفاية، علشان انا بعمل باستمرار، انا بحمي الحمام باللسيون ده باستمرار. فانا هنحط هنا في حوض الاستحمام بتاع الحمام ده علشان نقضي على الحشرات. تمام. طيب يبقى انا عملت كده. في نفس الوقت اقول لحضرتك ما تنساش التحديق، التحديق مهم جدا في الفترة دي ودايما طول السنة وكل يوم، واهم من الاكل اللي انا بضيفه دايما كده الحمام بياكل منه دايما، اللي هو المحار المطحون والرمل والحصى الهدد المباني، لابد يكون متواجد قدام الحمام. الحمام بيحبه وبيقوي القشرة بتاعت البيض وبيساعد على زيادة الانتاج. اهو شوف حضرتك اول ما حطيت يجي على طول الحمام. طيب هنجاوب على السؤال ده اول قبل ما نبتدي الفيديو. موضوع الفيديو لسه ما ابتداش، ارجو انك تعمل لايك للفيديو قبل ما نبتدي، واشترك في القناة وفعل الجرس لو ما كنتش مفعل الجرس. الناس اللي سألت بعد الفيديو اللي فات، طبعا اللي هو المبسم السيليكون اللي هو ده اللي فيه، اللي سألني انت بتجيبها جاهزة؟ لا، هي المبسم السيليكون الجزء ده بيتباع كده لوحده، ده هتلاقيه في اسواق الحمام، غالبا هتلاقيها في اسواق الحمام اللي بالناس اللي بتبيع الميكس ده، هتلاقيه عندهم او اي نوع ميكس، او الناس اللي بتبيع ادوية الحمام في اسواق الحمام ده اكيد هيبقى عندهم المبسم السيليكون ده. شوف شكله اهو، بيركب على اي سرنجة، بيتضاف على اي سرنجة تكون بالسن ده، مكان سن الحقن بتدخلها كده، ده للزغاليل اللي هي من عمر يوم. طيب كده تمام، عشان المعلومة تكون وصلت. تمام. اما بخصوص التعليق اللي زعلني باسم الاستاذ وليد رأفت اللي بيقول، مع احترامي لحضرتك الحمام عمره ده بيقول كده بعد الفيديو اللي فات اللي انا وكنت محضن 4 بيضات مع بعض وشرحت ليه انا الحمام طفش او الحمام مات،
فانا مش هرمي البيض اللي هو بعد الفيديو ده ساب لي التعليق عليه، ده هو فيديو امبارح بتاع الامس يعني. قال لي مع احترامي لحضرتك الحمام عمره ما يحضن 3 حصوات، انت خليته يحضن 4، كمان عدى 14 يوم والعش ما تغيرش، العش يعني لسه زي ما هو، حتى الزبلة زي ما هي. للأسف اعتقد ان الفيديو مش صادق تماما، يعني انا كذاب يعني، فيديو غير صادق يعني، انا بضحك على الناس. طيب يا استاذ وليد، انا رديت عليه في التعليقات، الرد بتاعي قلت له انت حضرتك لو تابعت الفيديو للنهاية هتلاقي ان انا قلت، وفعلا انا عملت كده، ان انا ضغطت الزغاليل الصغيرة بايدي، هتلاقي ان انا قلت ان انا وكلتهم يدوي، المطلوب من الاهالي فقط تدفئة البيض حتى يفقس، وانت عليك المساعدة في التأكيل. ده اللي انا رديته عليه. اما بخصوص العش اللي ما تغيرش ده في الرد بتاعي يعني، اما بخصوص العش اللي ما تغيرش، هو ايه اللي هيغير العش وهو في بيض بس؟ هو البيض هيغير العش؟ البيض ما بيعملش زبل وما بيعملش حاجة، او زغاليل صغيرة يعني، زغاليل صغيرة لسه عمر يومين او عمر يوم، ما لحقتش انها تأكل عش عشان العش يتغير. اما حكاية الفيديو غير صادق، فانا هرد عليك دي بفيديو، قلت له انا هرد عليك بفيديو اوريك 4 بيضات تحت اكتر من قص، ان انا بحضنهم تحت اكتر من قص. امال لو قلت لحضرتك، امال لو قلت لك اني بحضن بيض بط، هتقول ايه؟ على كل حال اشكرك على المشاهدة وتحياتي لحضرتك. ده اللي انا الرد بتاعي عليه في التعليقات. ارجو الناس اللي متابعانا تشهد علينا وتشهد علي، انا ضحكت على حد قبل كده، هل انا جيت في يوم قلت لك ان الحمام عندي بيبيض 3 او 4؟ في ناس بتقول انها عندها كده، وانا بقول لهم لا ما فيش. والناس زي ما قلت لحضرتك اللي سألت على المبسم السيليكون ده بيتجاب منين، هو ما بيتباعش يعني، انت بتشتري المبسم السيليكون من مكان واي سرنجة، زي ما قلت لحضرتك اللي هي السرنجة دي باي سرنجة، ده بيركب عليه المبسم السيليكون، بيركب سرنجة 3 سنتي دي 3 سنتي، عايز تجيبها 5، عايز تجيبها 10، عايز تجيبها 20، سنة بجيبها 3 علشان بستخدمها من عمر يوم، كفاية قوي من عمر يوم هياخد حوالي سنتي في اول ما يفقس، ده في الظروف اللي هي الطارئة اللي احنا بنعمل بيها. اما ان انت لو تسيبهم لاهاليهم يوكلوهم، ده طبعا يكون افضل، لان احنا برضو قلنا ان اللبة بيتكون تحت الحمام الكبير من بعد ما ينام او يرقد على البيض 18 يوم، قبل كده لا، او بعد كده بيكون هيعطي ذرة. لازم الحمام يرقد 18 يوم. الاخت وصفة اللي سألت يعني ايه اللبة، كان ليها قناة وصفة وطبخة، سألت يعني ايه اللبة، فانا قلت لها ان هو اللبة اللي هم بيأكلوا، اللي سألتني هل هم بيأكلوا اكل غير اللي احنا بنأكله، ايوة الحمام اول ما بيفقس بيوكل اكل ناعم اللي هو زي لبن السرسوب بتاع الام عموما، اللي هو بيتكون طول فترة تحضين البيض اللي هي 18 يوم بالتمام، فبيبدأ يكون اللي هو اللبة، اللي هو اللي احنا بنقول عليه اللبة او التلبين، اللي هو زي لبن الام. معلش الفيديو هيطول، انا لسه ما دخلتش في الموضوع، الموضوع بتاعنا اللي هو هنوري لحضرتك ازاي ان انا بعمل 4 بيضات. لو شفنا دي الحمامة دي، هنشوف تحتها كم بيضة، انا والله بصورها وهي راقدة عليه من زمان اهو، دول كام بيضة اهو حضرتك، هو مش بيضها على فكرة، البيض ده مش بيضها زي ما انا قلت، دلوقتي هقول لك البيض ده بتاع ايه، دول 4 بيضات اهم وراقدة عليهم وما شاء الله سخنين. ده يا جماعة يمكن هو اللي بيقول لي كده مكذبني، يمكن هو بيربي حمام من الانواع الصغيرة. الحمام الزاجل شفت حضرتك الحمام الزاجل حنين ازاي، ده الحمام الزاجل، حمام تحضين يا جماعة اهو، حتى لو مش بيضه هو بيرقد عليه، هو ما شاء الله 4 بيضات راقد عليهم، وطبعا هنتصرف معاهم لما يبقوا يفقسوا، انت مش ضامن ان هم يفقسوا كلهم، طبعا انت مش ضامن ان هم يفقسوا كلهم، او حمامة تانية
رقد على بطين يطلعوا فاسدين، فهتبدأ ترحل. الترحيل ده بنحل به المشكلة دي. فأنا أهم حاجة عندي إن هما البيض يفقس، وبعد كده أتصرف أنقل هنا أو أنقل هنا. هنشوف حمامة تانية أهو، العش أهو عشان تفتكر ده المنظر بتاعه أهو، ده مكان تاني أهو. هنشوف غيره، ده هعش تاني. نشوف كده ما شاء الله البيض فائس، دي من النوع اللي بيخاف شوية. نخرجها ونشوف تحتها كام بيضة. بسم الله ما شاء الله، نحاول نخرجهم كده. ده واحد اتنين يا عم وليد، شوف لسه قشرة البيضة جوه اهو، شفت حضرتك؟ ده حاجة، دي طبعا قشرة البيضة. هتقول لي انت انا ما شلتهاش، هي من امبارح مثلا وانا ما شلتهاش. دول كام؟ دول ثلاثة. تمام اهو، نرجعهم تاني للعش بتاعهم. طبعا هتقول لي ثلاثة ما يقدروش عمرهم ما يحضنهم. ايوه انا قلت لك انا بساعدهم، اهم حاجة ان انت تتابعهم وتساعد الضعيف، ولو عرفت تنقل انقل. العش التاني اهو اللي هو قال لحضرته ان العش زي ما هو ما تغيرش اهو. احنا رمينا قش في الارض والحمام فرشه. انا ما بفرش الحمام، انا بحدف شوية قش كده في الارض كده، الحمام هو اللي ياخد ويفرش، لان انا مربي الحمام سايب كده. الحمامة اللي عايزة قش تاخد من الارض تفرش. هي الحمامة دي اهو، رجعت لها. انا ما بفصلش الفيديو دلوقتي عشان اوري لحضرتك. دول البطين اللي كانوا تحت الحمامة، وانا شلت الايه الزغلولين اللي كانوا كبار، هوريهم لحضرتك. طيب دول جنب دول اهم، ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ انا لقيت ده زغلول كبير وزغلول صغير، تمام؟ ده اللي انا بعمله، ده زغلول كبير وده زغلول صغير. وهنا لقيت واحد اكبر، اكبر من اخواته دول، اقوم جايب اللي من هنا الكبير اللي في دول احطه مع دول، وافضل اشتغل على كده، وارجع الصغير ده مع الصغيرين دول. اشتغل على كده لمدة الاسبوع الاولاني لغاية ما الحال يستقر، بعد كده اسيبهم للاهالي اذا كانوا ثلاثة اذا كانوا اربعة باذن الله ياكلوهم. لكن هياكلوهم ازاي؟ هياكلوهم ازاي حضرتك؟ ان انت ما تحطش اكل للحمام الكبير مرة واحدة في اليوم، لا حط له مرتين. هتحط الاكل حضرتك للحمام مرتين، يعني مرة الصبح بدري لو امكن ومرة بالليل. وياريت كمان لو انت حطيت في المرة دي المرة نص الكمية، وبعد نص ساعة تحط النص الكمية التاني، يعني هتقسم المرتين يبقوا على اربعة. ليه بقى بعد بتعمل كده ليه؟ لان انت هتحط اول مرة هياكل ويأكل ولاده، وبعد ما تحط كمان نص بنص ساعة بقيت النص الكمية التاني هياكل ويروح يأكل ولاده اللي هم ملحقوش ياكلهم في المرة الأولانية، فمش هيبقى هنا إن شاء الله زغلول ضعيف. طيب كده أوري لحضرتك بقى المفاجأة اللي أنا قلت لحضرتك اللي أنت مش هتصدقها. لو أنت ما صدقتش دي يبقى مش هتصدق، اللي هي حكاية بيض البط. تعال نشوف، أنا ما بفصلش الفيديو. الحمامة دي راقدة على إيه؟ هنشوف نقرب كده. ما شاء الله دي بيضة ايه؟ دي بيضة بط، دي بيضة بط، وقربت تفقس باذن الله. انا مش حاسب لها بالظبط، لكن طبعا هتقول لي وعندك حق في كده ان الحمام بيرقد 18 يوم، لكن بيضة البط بتقعد كتير، يعني اكتر من 30 يوم على حسب نوع البط، لغاية 35 يوم. طيب الحمام هيقوم ويسيبها فعلا فعلا. تمام، في انا حطيت البيضة دي تحت حمام تاني لمدة 18 يوم، والحمام سابها وقام، فانا نقلتها هنا. طيب تمام، نقلتها هنا ازاي؟ كان في هنا تحت الحمامة دي بطين، فانا خدتهم وحطيتهم هنا، اللي هي الاربع بيضات دول، الاربع بيضات دول. طيب لما الاربع بيضات دول يفقسهم هعمل ايه؟ هاخد الاتنين الزغلولين منها ارجعهم تحت الحمامة اللي نايمة على بيضة البط، تكون هي البيضة دي فقست. او لو ما فقستش هرجع لها الزغلولين واشيل بيضة البط احطها تحت حمامة تانية. هي المقصود بيضة البط للتجربة.
ووقت ما بيضة البط فقست طبعا بنشيلها بنحطها في اي مكان تاني. هوريك برضو بيضة بط زي ما قلت لك دي قربت تفقس، هنوريك بيض بط كمان. الحمامة دي برضو انا خدت البيض بتاعها، ده اللي انا عملته البيض بتاعها، لذلك انت شفت حضرتك 4 بيضات. او زي ما بديلك مثال لو الحمام طفش، اهم حاجة في الموضوع ان انت تحضن البيض ويفقس. لو ما لقيتش حاجه خالص هتزغط بمبسم السيليكون اللي انا عملت به والميكس اللي هو ده او كيس اللبن ده. بيض ايه ده؟ بيض بط بقى له حوالي 5 ايام. طبعا كل الناس عارفه شكل بيضه البط، لونها اخضر اهو، مش بيض حمام، تمام. لكن انا اشك ان البيض ده فاضي او فارغ، فانا فرسته النهارده وبقى له حوالي 5 ايام، لكن اسيبه كمان يومين وغالبا هو هيطلع فارغ، لان انا جايبه من عند اللي بيبيع الفراخ، الراجل المجزر اللي هو بيذبح الفراخ ويبيعها. لقيت البط اللي عنده ايه بايض في القفص، فجبتهم اجربهم، لقيت دول فاضيين والبيضه اللي الواحده دي من قبل كده فهي كانت مليانه، كانت معمره لكن البيض ده فارغ. تمام كده، يبقى كده هل انا صادق؟ انا وريتك كل حاجة وانت عليك بقى تصدقني او ما تصدقنيش، انت حر. انا ايه مصلحتي ان انا هكدب عليك انك عشان تقول لي انت الفيديو غير صادق؟ مع احترامي لحضرتك يعني انت مش عارف الكلمة دي بتعمل فيا ايه. ممكن كلمة زي دي تزعلني جدا جدا جدا، ومش عارف اقول لك بسببها يحصل لي حاجة يعني. واحنا زي ما قلت لحضرتك في اي وقت معانا المبسم السيليكون، معانا الميكس اللي بنستخدمه من عمر يوم حتى الفطام. في ناس سألت السؤال ده يستخدم تأكلهم من امتى الاكل ده، وناس سألت على السرنجة الكبيرة. اللي سألني السرنجة بتاعت الزغاطة دي، السرنجة دي بتجيبها منين؟ دي اسمها سرنجة قسطرة من صيدلية بشري، بتستخدم على الاقل من عمر اسبوع حتى الفطام. سألني ان هي هل بتستخدم فيها تنفع تستخدم فيها حبوب؟ انا بقول له لا، ما ينفعش تستخدم فيها حبوب. السرنجة دي ممكن تأكل بيها بعلف الدجاج بعد ما تخمره حوالي 20 دقيقة، او الميكس اللي انا بستخدمه ده، الاتنين ينفعوا يعدوا منها، لكن حبوب خشنة لا، حبوب سليمة ما تنفعش. يبقى ده السؤال اللي اتسألته عن السرنجة. طبعا اسف جدا جدا ان اطلت عليكم، الفيديو طويل لكن هو الموضوع كان مهم ولا بد من الرد. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.